زوار وأوفياء قناة كلاش تي في سلام الله عليكم. اليوم كاين قضايا سخونة وغادي يضر حكام العسكر في الراس بزاف. تحذير شديد من أمريكا لعصابة الكبرانات. الجزائر تنبطح أمام إسرائيل. وزعيم جمهورية القبائل السيد فرحات مهني يطلب لقاء عاجلا مع الملك محمد السادس. إليكم تفاصيل عناوين حلقة اليوم. الجزائر هبطت كواريها أمام إسرائيل والأمريكان كتحذرها من مغبة أي تصعيد تجاه المملكة المغربية. قالوا لهم إياكم ثم إياكم تفكروا في التصعيد ضد المملكة المغربية بسبب هادشي ديال بيغاسوس أو بسبب دعم جمهورية القبائل. الجزائر دارت بيان كترد فيه على دخول إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي وصدرات بيان ما يمكن لي نوصفه إلا ببيان العار والانبطاح. واللي تارني بزاف هاد البيان هو أن رمطال عمامرة وزير الخارجية الجزائري قال لك سيدي رئيس الاتحاد الإفريقي ما تشاورش معنا. يعني المشكل عندهم غير في التشاور وماشي في إسرائيل. يعني كنت شاور معاهم ما كانوش يقولوا لا. وبلاش يا عباد الله هاد الناس راه ربما تشاور معاهم كاع وعطاوه الأوكي ولكن كيخبيو هادشي على شعبهم كيف كيديروا دائما. المهم بيان الخارجية الجزائري هو بيان محتشم وما قال والو. والله العظيم أنا شخصيا كنت كنتظر شي بيان ناري وفيه لغة التصعيد ولكن هبطوا كواريهم وتكلموا بهدوء غير مفهوم. هاد الناس كيعرفوا يتبوردوا غير على المغرب حيث كيسحابوا حيط قصيور ولكن والله ثم والله مازال يزيدكم سيدي ربي دل على دل. والمشكلة أن الخارجية الجزائرية خرجت بهذا البيان المحتشم من بعد أيام ديال الصمت. كنت كنتسناهم يوصفوا إسرائيل بالعدو الصهيوني كيف كيقولوا دائما ولكن هيهات هيهات والله ما قدروا ينفنفوا. كل ما قالوا هو أنهم مازال مع فلسطين. واخا أنا شخصيا ما عرفتش باش الجزائر مع فلسطين ما كاين غير الشفاوي والنبوبي. الآن الأمريكان يحذرون عصابة الجنرالات الجزائرية من أي تداعيات أو تصعيد مع المملكة المغربية وهادشي جا في الاستقبال ديال وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائري رمطال عمامرة بمساعد كاتب الدولة الأمريكي. العمامرة قال في تغريدة على موقع تويتر بأن هاد اللقاء شكل فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار داكشي ديال لغة الخشب. ولكن اللي ما قدرش يقول ولو بالإشارة هو التحذير الشديد اللي توصل به من الأمريكان. هو التحذير الشديد اللي وجهته الأمريكان لعصابة الجنرالات وعلى رأسهم الكابران شنقريحة. المسؤول الأمريكي حذرهم من أي تصعيد أو انزلاق مع المغرب قد يتسبب في تفتيت الجزائر إلى دويلات وقبائل متناحرة. أما السيد فرحات مهني فتقدم بطلب رسمي لمقابلة جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة المؤقتة للقبائل. وجه مراسلة مؤرخة بباريس يوم 22 من يوليوز 2021 عبر الناطق الرسمي باسمه وزير العلاقات الخارجية المسمى أكسيل أمزيان والتي تقدم فيها بجزيل شكره إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية وللشعب المغربي وذلك بعد الدعم المغربي لحق شعب القبائل في تقرير مصيره. وقد التمست المراسلة من جلالة الملك محمد السادس أن يشرف فرحات مهني رئيس الحكومة المؤقتة للقبائل باستقباله في أقرب فرصة ممكنة. واللي كيفهم الفرنسي هالوثيقة قدامه واللي ما عندوش معها غادي نحاول نرتاج ليه ترجمة مباشرة. كتقول الوثيقة ما يلي: الموضوع شكر وطلب مقابلة. لنا كل الشرف عبر هذه الرسالة في تقديم كل تشكراتنا الخالصة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد دعم المملكة المغربية لاستقلال جمهورية القبائل وذلك عبر التصريح الصادر عن ممثل المملكة بالأمم المتحدة السيد عمر هلال خلال الجمع العام لحركة عدم الانحياز المنعقدة ما بين 13 و14 من يوليوز الجاري. وتقول المراسلة بأن رئيس حركة القبائل السيد فرحات مهني يعبر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عن عميق امتنانه بهذا التصرف التاريخي للمملكة المغربية تجاهها جمهورية القبائل والتي تسعى إلى استقلالها عن الجزائر. الرئيس القبائلي فرحات مهني سيكون له كامل الشرف في لقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أقرب فرصة ممكنة. Le gouvernement marocain à travers ce geste Le gouvernement à travers ce geste
Vive la Kabylie, vive le Maroc. À travers ce geste, on dit merci. Merci pour le peuple marocain, père pour le peuple, le gouvernement marocain. Merci pour la déclaration et merci pour le roi Mohamed VI. Tenmet. قضية الصحراء تصفية استعمار. احنا ما عندناش مشكلة مع المغرب الشقيق. نعم انها المخدرات. تصرفات المحتل في المغرب، ان الصحراء الغربية هي اخر مستعمرة في افريقيا. احنا ما عندناش مشكلة مع المغرب الشقيق، وين عندك العز النفس؟ عندك الرجلة حاط استقلال الشعب الداير؟ احنا جينا ما جابوناش، انت ما تشرفناش. انا ما نكذبش عليك، بيكو كاين يا دبوات، بيكو كاين. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا عن الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفله، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر اكثر. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هاد لاشين، كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى حلقه اخرى باذن الله.